مساواة ما بين الموظف، الموضوع راه هنا إشارة، وما بين الموظف داخل المقاطعات مجلس المدينة. كيفاش تحيد الواحد؟ تحيد ليه صاليسمو وتخليه الواحد. فإذا بأنكم أنتم كتصرحوا كتقولوا بأن هذه الأوساخ كياخذوها الناس اللي كيخدموا في النظافة والأزبال والأعمال الشاقة، فإذا به كتلقاو بأن هذه الأوساخ كيشدوها جميع الموظفين باستثناء الموظفين الموضوعين، راه هنا إشارة اللي تم الاقتطاع ديالهم بصفة عشوائية بظلم بحيز، فيها واحد الظلم كبير لهاد الناس هادو. على اساس الخرق اللي دار العمده اللي تم فيه الاقتطاع ديال واحد المجموعه ديال الموظفين بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه، اللي كانوا كيتمتعوا بها هاد الخوت واحد المده زمنيه ديال واحد 10 سنين كاين اللي 12 عام، وجا خدم اللوبيات ديالو واختار بعض العناصر، والناس كيبذلوا واحد المجهود كبير في المقاطعات وفي دار بالنسبه للعملات وبالنسبه للجماعات وبالنسبه للعمل اللي كيقوموا به في الصحه في التعليم، عمل جبار. الا انه ارتأى يختار واحد المجموعه فيها 540 ديال الموظفين، قطع عليهم هذا واحد الاقتطاع زعما ما خصوش يكون، كاين اللي حيد ليه حتى الفلوس ديال الدراري. انا من الناس المتضررين في هذا مع جي كنضم مع هاد الناس كاملين حيت كلهم متضررين، ولكن انا تضريت بزاف، كسمعوا بزاف ديال الحوايج باغي نديرها في الحياه ديالي مع وليدات باقيين صغار. هادي راه الابنه ديالي، هادي هي الصغيره عندي، وباقيين عندي جوج اخرين، وكنت كنتسنى باش واحد رابيل جاني على اساس باني باش نعاون به راسي ونعاون به هاد الوليدات هادو، وكنتفاجئ في الاخر كيتحيد ليا الرابيل، وقبل من الرابيل تحيدت ليا حوايج اخرى، تحيدوا ليا السواعي وتحيدوا ليا من الصاليسمو، وهاد الناس هادو راه ظلمونا بزاف. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.